أحسن الله إليكم. هذا يسأل يقول عن المسح على الخفين، هل يلزم 5 أوقات أم من بداية المسح؟ من 24 ساعة بداية من المسح بعد الحدث، بعد أول حدث، بعد اللبس. إذا لبس الخفين طاهرا كمال الطهارة ثم نقض الوضوء ثم جاء يتوضأ ومسح، يبدأ مدة المسح من بداية أول مسحة بعد اللبس، ويستمر إلى 24 ساعة بداية من هذا الوقت إلى مثله من الغد. نعم، لا ما هو بحساب الصلوات الخمس أو لا، حساب الساعات. نعم.